السلام عليكم إخواني الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من البرنامج مسار طائر. إخواني الأعزاء، كما كتعرفوا كما تبعتم شحال هذه، فهناك برنامج اسمه مسار ملوع، ثم هناك برنامج بسيط مستنبط من هذا البرنامج مسار ملوع وهو برنامج مسار طائر. فقط فكرت في هذه الفكرة كما قلت لكم باش نعطي واحد الحق للطائر حتى هو، لانه هو اللي كيكون على هو سيد الميدان. اذا ولا بدا نهضوا عليه شويه. اذا ففعلا كاين الطيور كلها دابا موجوده في فيسبوك، موجوده على الانستغرام، موجوده على اليوتيوب، ولكن الاختلاف الوحيد اللي كاين هو انني كنحاول ندير انوريشيسمون لهذا الفيديو ديال هذا الطائر باش نعطيه واحد النكهه، يعني نقدر نقولوا تاريخي اللي كيبقى في ارشيف، ونعطيو على قصه او اصل ديالو منين جا او با امه. اذا اليوم في هذه الحلقه فالطائر اللي غندوي عليه هو ديال واحد الاخ، واحد الصديق معروف عند اغلبيه الموالي، ابن مدينه المحمديه. والمحمديه معروفه بانها مدينه تعطينا دائما في الرياضه ولا حتى في الفن، وهل اليوم كتعطينا في الولاعه، فهي معروفه عندها موالي كبار، عندها موالي قدام. المقدام الله يسمح لي ويسمحوا لي، ما عقلتش على سميتهم، ما عنديش سميتهم بزاف الا الاخ والصديق بن زينه. ولكن الشباب، هناك مصطفى المحمديه، هناك خالد بوهنانة، هناك عزيز، هناك حسن، وهناك كريم زيداني. فهذو كلهم عندهم مستوى تبارك الله عليهم، يعني مستوى جيد، وكينشطوا الساحه الولايه. اذا اليوم ساتكلم على واحد ميستو ديال مصطفى المحمدي اللي هو مصطفى كنوز. هاد الميستو او الهجين علاش خديته باش نتكلم عليه؟ لانه اولا بالنسبه لي انه طائر جميل جدا، ثم عنده مستوى جميل جدا، ثم كذلك انه سميته عنده واحد قصه غريبه بسيطه، انه سميتو عليها على قبلها سميتو الوازو ولا الهجين لو ديسباري. علاش؟ لان هذا الطائر ما بانش على الساحه الولاعيه بزاف. اذا باش قبل ما ندخلوا في الديتاي، هذا الطائر هذا فتكلمت مع مولاه، تكلمت مع هو ما تلاحش بزاف على يعني ما بانش على الساحه الولاعيه المغربيه، حتى على الفيسبوك واليوتيوب ما كاينش بزاف. اذا الطائر هذا هو هجين، فصاحبه او مالكه هضر لي عليه شويه. فهذا الطائر عنده يعني في الولاده ديالو ولا في سميتو عنده قصه غريبه. فهذا الطائر اولا هو ابن واحد الانثى، واحد الانثى اللي باها تيمبادو، امها يعني بلديه. ف والاب ديالو فهو طائر مقنين بارفا، على حساب كلام مولاه اللي هو مصطفى. فهاد الاب هذا اللي هو مقنين بارفا، يعني كما كيقولوا قال لي انه طائر ما يمكنش زعما تخدم به او ما يمكنش تديها فيه، لان اصلا عنده غير جمله تغريديه وحده، هو خلوي بيغمون خلوي، جمله تغريديه وحده، وعنده واحد التعديده اللي هي معروفه من هي بايجو فقط. قال لي سنين او عام او عامين هو ما كيفوتش هاد الجمله وهاد هاد هاد, هاد, هاد التعديده هادي. ف خدا القاعده غادي نجاوج هذيك النتيوا اللي هي اللي خارجه من داك التيمباندو والام والبلدي، فجاوجها بالطويه هذا. اذا ملي جاوجها عطاتو واحد العش، هاد العش فيه اربعه ديال الطيور. كما قلت لكم قال لي بان باه بافا صغيوه، ان حتى دوك الطيور والطويرات اللي خرجوا ليه صغيوين، يعني بانوا ليه كلهم انتاوي، ولكن كانت عنده الكريه الثانيه اللي فيها طائر اخر اللي عطاه واحد العش ثاني. اذا الغايب في الامر قال لك ان، واللي جاتني انا غريبه، ان هذاك العش يعني بالنسبه ليه كلهم انتاوي، اربعه انتاوي. هاد الطائر اللي غنهضوا عليه دابا اللي غتسمعوه هو اللي بان ليه فيه الشك، ولكن الشك ديال 99.50 او 55 او فاصله 99 ديال الشك انه نتو. اذا اش دار؟ فعلا
خدا القرار وخدا هذاك الوليد وخدا واحد الذكر من داك العش الاخر. اذا بدا كيحفظهم التركيبه باش كيحفظهم، فهو اعتمد على لا ريغل دو تروا، عارفين القصه ديال لا ريغل دو تروا والقاعده ديالها ولي تكنيك ديالها. فهاد غير واحد بين قوسين فتح واحد القوسين، هاد مصطفى المحمديه من بين الناس اللي اهتم بهاد لا ريغل دو تروا، وحب انه يدير بهاد التجربه. وهذه هي التجربه ديالو الاولى ديال هاد الميستو هذا اللي عنده تقريبا دابا شي 4 سنين باش كان عنده. وجا عندي حتى لكازا وجلسنا وشرحت لي، واخا انا في شرح الفيديو، ولكن هو من داك الناس اللي كيحكر على بزاف ديال التقنيات، فاش جا وفهمها مزيان ففهم الشيما وصاصي التركيبه ديالو. على كل حال ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو انه بدا كيحفظ لهاد المقنين، هذا بدا كيحفظ هاد الهاجين، هادوك جوج كور بدا كيحفظهم. من طبيعه الحال حتى هو بحال الناس كيتسنى، فاذا به يكتشف ان الذكاء، ان داك الميستو اللي من داك العش الاخر، يعني اللي ماشي خو هذا اللي كنهضروا عليه، انه يعني ما مشاش في الطريق ديال الكوبيه، ما في العيوب، في يعني ما يتلبق، فخرجوا. فاعتمد على هذاك الصغيور الغايب في الامر، انه قال ان هذاك الصغيور قرب يكمل 6 شهور ما قال، كما كنقولوا باللهجه الولاعيه، ما قال بت. فهنا تاكد له انه انت بحالو بحال خواتاتو. فصافي قال داز لي العام خير، هز داك الميستو طلعو الفوق، عنده الصطيح ديالو، عنده الطويات ديالو، الكريات ديالو بخير وعلى خير، طلعو بخير ونشط مع راسو، قال غنعاود نخدم من جديد. وشوف كنقول لكم قرب يكمل 6 شهور. اذا هنايا واحد الحد كان عنده عرب او كان عنده شي روبو، طلع للسطح ديالو باش يشمش عاوتاني ويوجد الطيور، فاذا به كيسمع الكوبيه خدامه وسط هذاك الجماعه ديال الطيور الكريه والمسائل، فكيسمع او شنو هذا الشيء، كيستغرب. فبدا كيتصنت، فاذا به يكتشف ان ذاك الطويه اللي هو عباره بالنسبه ليه كان نتوى انه فيه تغيير، وجاي تابع على كاسيت اللي هي لا ريغل دو تخوا، فخداه وهودو. ملي خداه وهودو الى ديتو البال، قال لي قرب يكمل 6 شهور، يعني 6 شهور دائما اتكلم واقولها ثم اقولها، ان المراحل مهمه، لي 4 فاز راه مهمين يعرفهم الانسان. فهنايا 6 شهور يعني دخل المرحله ديال البلاستيسيتي. اذا ربما مصطفى ما كانش كيسمع ليه في صغره في المراحل الاولى، لا ميموريزاسيون الى سون سيريموتريس، ما سمع ليه حتى الثالثه اللي هي البلاستيسيتي اللي هو بدا كيتكلم، فجابوا رجعوه هبطوا لتحت. فانا بزاف ديال الناس اللي غيسمعوا هذا الفيديو غيقولوا كيفاش هو كان حدا الخلاوه، كان حدا النتاوي وما هزش فيها الخلويه وما هزش العين. ايفيكتيفمون هذا سؤال، ولا هذا سؤال يطرح، ما فيها شك، ولكن ديك المرحله باش هود انه يمكن ان نعتقو الامر ديالو، لان يعني فاز مودولير. فهبطوا وعاود كمل معاه الكلام ديالو، وعاود طلع ليه لاكاسيب ديالو، وعاود حطو في بلاصتو، يعني خدم معاه. فاذا الطائر جاي 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 كما كنقولوا، فواحد النهار مصطفى عيط لي انا، وعيط على كريم الزيداني وخالد بوهنانا وقيل اسماعيل، عرض علينا تبارك الله، نشطنا بخجل، عرض علينا باش نتسلطوا لذاك الميستو. هي فيها تسلط الميستو، فيها حجه وزياره، نحن اصدقاء خصنا نجلسوا ديك الجلسه، وهو ولد الخير، وتبارك الله ولد الخير، كولو شرب تيبان والدي. فاذا به حط لنا ذاك، باقي نعقل 4 دجاجات، والله حتى 4 دجاجات، والله العظيم 4 دجاجات، وحدها شحال؟ حنا 5 الناس. وشليضها وداك الشيء بعقلو، فحط مسائل كلينا، شربنا اتاي الحلوى، قصينا مزيان، درنا ليه ميسا كما كيقولوا، جمع المعن، مهبط الميستو ديالو باتاي ديالو باش نسمعوا الميستو. فاذا بالميستو يفاجئ مصطفى، وفاجئنا حتى حنا فاجئنا.
جاب الله صافا خويا اسمح لي، والله الا اسمح لي، جاب الله والله العظيم. الا انا بدا شخصيا انا معاك، راكم عارفين عزيز عليا القص كنموت على الدجاج واللحم. جاب الله، جاب الله حط لينا الماكله قبل، لان ملي حط الميستو بدا عاد تفز بيزو والعيوب. ما عرفتي مصطفى، عرفتي ديك القضيه ديال بحال تضب الكاو وعاود فا او تشد كريم دا كلهم داو بحالك وكيشوفوا فيك. قالوا لي شعطيتي شبتك كما عطيتي لهاد ما عاد كاع شكون اللي قال ليه هادي ما تركيبه ما والو، ما عقلتش لان ما عرفتش شكون فيهم اللي قال هادي ما عطيتي ما عطيتي ما تركيبه ما والو. يعني حكم على التركيبه من خلال الطائر، يعني دائما الحكم وياكم ثم وياكم على الحكم السريع. فمصطفى مسكين ما لقى ما يدير، زعما كون قلت ليه عطيه لي ديك الساعه والله تيعطيه ليا. على كل حال انا دزت خاوي كما كنقول دابا، قلت ليه دزت خاوي، قلت ليه شوف مصطفى العام الجاي ان شاء الله صافي هزينا قشاوش الناس اللي تنفعلنا قبل ما يبدا يصفق فينا ويعصينا مع تبارك الله صحيح حتى هو. انا بعدا انا سالاته اسماعيل ضريف حاد راسو زاد حتى هو مشينا في حالنا. ولكن ها المفاجاه الزوينه، ها المفاجاه الزوينه، واحد النهار احتلح لينا هاد الميستو اللي غتسمعوا دابا، لاحو في الفيسبوك وكاتب عليه انه احفظ على لا ميثود دو دا ريغل دو تروا دو مار ديالي. ما نكذبش عليك، فاجأنا مرة ثانية بوزيتيفمون هذا الطائر. طائر صراحة بالنسبة لي انا طائر جميل، انا لا اتكلم على الذوق واتكلم يعني على شي حوايج اللي هما طوب، الاداء، المسائل، لي غولبي، المسائل كلها. المهم هذا الحكم التقني، هذا الحكم التقني لكم انتم، ما غاديش انا اللي نحكم عليه، ما غنكونش يعني الجلاد في نفس الوقت. على كل حال فتفاجئت لي واش هذا هو المستول، قال لي والله السي خويا علي لا هو هذا اللي علقت لكم. وقت لي كنا عرفتو كنت كعطيه ليا ملي كان كيخرمز وكون جبتو، بقينا كنضحكوا. فتبارك الله هو مصطفى ماشي شدك الطائر ولاحو وبدا كيدور به في فيسبوك وبدا كيدور به في سميتو، ولكن الوقت فاش لاحو في الفيسبوك هنا سمعوه ناس، سمعوه ناس مالي اللي عنده في اللي عنده في لاباج ديالو، سمعوه الناس اللي معايا بحال عزيز اكادري كان عاجبو كان باغيه كاع ياخذو كنت فاهم معاه، سمعوا الاتاي، سمعتوا انايا، سمعوا الاخوان. يعني كان في يعني كان في محله، لان لاحو في مدرسه الكوبيه واحد الوقت يعني عجب الناس. وفعلا عيطوا ليه الناس كتعرف، عيطوا ليه، عيط ليه كريم الزيداني، هاد الاقوى اللي كنقول لكم كيقولها لي مصطفى بفمو، عيط ليه كريم الزيداني، عيط ليه خالد، عيطوا ليه اخوان اخرين اللي نسيت سميتهم يسمحوا لي. ف وقيل حتى باش ما ننساش حتى الاخ الوافي تلاقى مع عند فتاح وكان قال لي سمعت واحد الميستو ديالك كان عاجبني وكنت باغي ناخذ ساعه. وقيل الاخ الوافي وقيل مرض مسكين وداكشي وهبل. على كل حال كنقدم ليه السلام من هاد المنبر. اذا لماذا سميتو انايا؟ هنا غنقول لكم علاش سميتو ليبريد ولا الميستو لو ديسباري، لان بان هو يغبب، بان شويه وتمسح من الفيسبوك وصافي طار ما بقاش. فكنسول عليه مصطفى قال لي ودي عيطوا ليه ناس من الشمال، ولكن اين جا في الشمال الله اعلم، لان عيطوا عليه بنما انكونو، جاو عنده حتى للدار جلسوا معاه قالوا واش بغيتي تبيع داك الميستو، هو ما بغاش يبيعو ولكن دخلهم هو الكرام، دخلهم من الجوج هما معاه على حسب داكشي اللي قال ليا، وما كيتصنتو في الميستو. والغريب في الامر انهم قال ليا كيخدموا ليه تثبيت خلوي، الغايه منهم، الغايه من التثبيت الخلوي ربما باش يشعلوا، باش كما كنقولوا حنايا اكسيتي، وباش واش غيخرج العيب، واش غيخرج الخلويه ولا اش غيدير. فالطائر قام بالواجب ديالو، يعني كما كيقولوا قام بالواجب ديالو، غرد مزيان، عجب الاخوان، مصطفى ما بغاش يبيعو. المهم طاحوا معاه في الطبله، مني منك هاد الاخوان ما معروفينش، رغم ان مصطفى كيعرف المواليع، هادو ما عمو شافهم، هادشي كلام ديال مصطفى.
فتفاهموا على الثمن. قال لهم واحد الثمن، ما غاديش نقول الثمن، المهم قال لهم واحد الثمن طالع مزيان. خرجوا كيتفاهموا، جلسوا واحد السويعه، عاود عيطوا عليه، دخلوا عنده للدار، عاود صنطوا لميستو لا ميم شوز، حطوا ليه البركه. صافي ملي تحطت البركه مصطفى ده ها بات ليه البركه، صافي بقى كيبان ليه لا البليبليه لا الطابلي طيوس لا مولي بوي، ما بقاش خمم تفاهم، هزوا الميستو داوه. لهذا كنسميه سميتو انا الميستو ديسباريو، لان لحد الان ما عرفش مصطفى فينا هو الميستو ديالو في المغرب. يعني كان كيسول في اي كونكو، كان كيسول يعيط في التليفون هذا يحاول يسمع التشجيع ديال الكونكوت، ربما كاع كان كيمشي لشي كونكوت باش يشوف الميستو ديالو، كيسول عليه الناس الموالي اللي عندهم درايه ومعرفه بالناس ديال الموالي. هاد الميستو هذا من تما ما بقى بان، واش باقي في المغرب واش خرج على المغرب الله اعلم. ومن هنا كنقول مصطفى باقي كيقول مكا، والله الا قال لي مسكين، قال لي والله ما كرهت اخويا علي غير يتصلوا بيا دوك الناس يقولوا لي هل ميستو فين وصل ولا هل ميستو باقي حي. قال لي توحشتو. ودابا مصطفى من هذاك الميستو حيد من 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 الكوبيه بصفه عامه، ودار ما هو الفلوطه، ودابا كيدير مالينوا. اذا هنا مصطفى بحال قال لي ودي تقريبا داك الميستو هو اللي خلاني بحال ما بقاش كيبان. هو حفظ قبل مساتا، حفظ تبارك الله، حيت هو مولوع قديم خرجوا عنده مساتا، غير هذا هو الميستو اللي عنده هو يعني اللي بهو اللي بهو كما كنقولوا عجبو بزاف. فبحال الا قلت يحبس سميتو، كنتمنى من هذا المنبر يسمع سميتو ديالي، نقول لي مصطفى خويا عاود من الزيرو، ما عمرك تحط اي طائر خرج عندك، ما عمرك تحطو هو النيفو يعني راس الهرم، ما عمرك غادي تمشي في الولاع هذاك، حيد عاود من الزيرو. اذا الاخوان اسمحوا لي لكثرت عليكم، نخليكم تسمعوا هذا الميستو، وانتم لكم الحكم، والسلام عليكم